الأجهزة هذه معظمها أو كلها صناعية ما عدا في أماكن محددة. عندنا هنا هذا الحوض فيه يمثل الشعب المرجانية الحية. هنا عندنا المنطقة الداخلية للريف، طبعا هنا برضو الأسماك تلاقيها متميزة بألوانها. هنا مثلا عندنا سمكة أبو قرن، هذه السمكة طبعا في منها أنواع كثيرة. الله يجزاك خير يا شيخ عبد الرحمن، الله يجزاك الخير يا والله العظيم.